إيماني فتفقهوا في جرات الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السائل مع ضيفي أدام سماحة العلامة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، فنرحب به سوية. السلام عليكم سيدنا وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. إن شاء الله مشاهدينا الأحبة، للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكل ما يطرحه طاولة البرنامج من مسائل فقهية هي مطابقة لمتابعة الله العظمى السيد صادق الشيرازي أدام الله ضده. طبعا سماحة السيد، ولضرورة الحال اليوم محور الحلقة هو حول الفحص الطبي قبل الزواج. قبل الزواج احنا في أعرافنا اكو خطوبة، هذه اللي هي مسموح بيها مدة معينة، وإن كان بعض العوائل تكون خطوبة ما بيها إطار شرعي هو العقد، ولكن الخطوبة العرفية المجتمعية اللي هو شاب يتعرف على الشابة ويتبادر الحديث بيناتهم بخصوص الرغبات والأذواق وإلى آخره. ولكن بهذه الفترة سماحة السيد تكون هناك بعض الخفايا، مثلا البنية عندها مشكلة صحية ولكن ما تبينها للولد، أو لا هي العائلة نفسهم، عائلة البنية أو الولد حتى نكون منصفين بالطرح، أنه عندهم مرض وراثي وما قالوا بي. هنا هل من الممكن يكون من ضمن الاتفاق ليس بالفحص الطبي اللي المحكمة تطالب به هو توافق الدم؟ لا، مو هنا الكلام، لا، أبو البنية أو أبو الولد انه واحد يطلب من بعضه الاخر انه يابا لازم تسوي فحص طبي وتقرير شامل عن صحتك، هل هذا ممكن ام ماذا؟ تفضل. بل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما تفضلتم بالسؤال حول الفحص الطبي، الفحص الطبي بنفسه ممكن وجائز، هسه سواء كان مثلا عن أمراض وراثية أو عن فحص الدم مثلا، هذا جائز ويمكن بالاتفاق بين الطرفين، طرف البنت أو طرف الولد، أن يجري كليهما فحصا طبيا شاملا للتعرف على الأمراض الوراثية أو غيرها. هذا من حيث الإمكان ممكن، ومن حيث الجواز جائز، لأنه العقد هي شريعة المتعاقدين، سواء الطرف الأول أو الطرف الثاني. فإذا كان عندهم شروط معينة يخلون هذه الشروط في داخل العقد، ومنها مثلا شرط الفحص الطبي. لكن تفضلتم أنه في مسألة غير الفحص الطبي، في بداية كلامكم كمقدمة ذكرتم مسألة الخطوبة. نعم. احنا عندنا بالشرع الإسلامي لا يوجد شيء اسمه خطوبة، ولكن انا اطلعتها خطبة. نعم، كلمة الأعراف. بلي. بلي، حسب العرف. نعم. نعم، يوجد مثل هكذا أمر أنه خطوبة. نعم. لكن في الشرع يوجد خطبة، وهذه الخطبة يعني بما معناه مجيء أهل الزوج. نعم. لأجل التقدم على هذه البنت من أهلها، يخطبونها يعني يخطبون ودها للزواج. نعم. فهي إما تقبل وإما ترفض، فيجرى العقد حينئذ. أما مسألة خطوبة ويجي الولد ويقعد حتى يتفاهم ويا البنية، هذه احنا نسميها نظرة شرعية، وهذه لمرة واحدة ليس أكثر من ذلك. نعم، لو
أراد الزوج أن ينظر مرة أخرى النظرة الشرعية يمكن له ذلك. نعم. مع الأمان، يعني مع أنه هذا الرجل مأمون في دينه وفي أيضا معاملاته. نعم. فهو مو لأجل النظر جاي، وإنما لأجل أن ينظر لأجل الزواج، هذا يعني نظرته لأجل الزواج، لا أنه ينظر لأجل النظر نفسه حتى يتلذذ بالنظر، وإنما لأجل الزواج. هذا احنا نقول عنه لا نمكن هذا الرجل إلا إذا كان مأمونا، يعني باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، تمام. نعم. فلا بد أن يكون مأمونا حتى نقدر نقول له المرأة أو الراوي المرأة التي يريد. نعم. أن يتزوج بها. أحسنتم. نأخذ ويانا الأخت أم مهدي من ديالى. السلام عليكم يا أم مهدي، حياكم الله. أم مهدي جنابكم على الهواء مباشرة، تفضل، حياكم الله. السلام عليكم يا أم مهدي. نعم، للأسف انقطع الاتصال ويا أم مهدي، وكذلك ننتقل إلى مرتضى من كربلاء. السلام عليكم يا مرتضى. للأسف ربما هناك مشكلة بالاتصالات، نرجو أنه حلها من قبل الأخوة بالكنترول إذا كانت المشكلة يمكن. زين سماحة السيد، يعني هل هناك يعني بدائل معينة للفحص الطبي الذي يسبق الزواج؟ يعني كيفية البدائل شنو؟ يعني بعض الأحيان سماحة السيد، يعني ربما الناس يقول لك احنا ما نقدر نروح في قضية فحص طبي وتكاليفه ونثرياته، اكو في طريقة ثانية؟ يعني مثلا من عاهات الجسد الموجودة اذا كانت في جسم المرأة مثلا. بلي طبعا، الرجل حينما ينظر الى المرأة التي يريد ان يتزوج بها ينظر مو بس يباوع وجهها. نعم. يعني احنا عندنا في الشرع الاسلامي ينظر اليها وبأخف الثياب. نعم. ويعتبر هي زوجته الآن حينما ينظر إليها، تعتبر بحكم الزوجة حينما ينظر إليها، ولكن لا تترتب عليها أحكام الزوجية. فحينما ينظر إليها أكيد ينظر إلى مثلا خنشوفة مثلا، خو مو عرجة، خو مثلا مو عمية، خو مو مثلا عوراء كريمة العين مثلا، ذني الأمور التي يتأكد منها. نعم. ثم إن هناك مثلا أشياء أخرى لا يمكن التأكد منها مثلا بالنظرة الشرعية. نعم. النساء مثلا هن يعرفن هذه القضية، مثلا على سبيل المثال عيب من عيوب المرأة يسمى بالعفل. نعم. وهذا لا تنظر إليها إلا النساء، وهو وجود لحمة أو عظم في القبل، في قبل المرأة، يمنع من الوطء، وهذا لابد لا يكون بفحص يعني أي واحد يجي مثلا يفحص هذا الشيء، لا، لابد أن تكون امرأة وأن تكون مأمونة وأن تكون من طرف الزوج حتى في سبيل تنقل هذا للزوج، تقول مثلا هذا الشيء موجود أو هذا الشيء ما موجود. أحسنتم. كذلك سماحة السيد، يعني كما تعرف أنه والسادة المشاهدين أيضا عندهم علم بهذا المسألة، أنه بعض الأحيان أو لا هو الواجب عندما الرجل يعقد على المرأة تصبح زوجته رسمي. نعم. وضرورة الإنفاق عليها. حسن بعض الأحيان الناس يقولون لا احنا ما نقدر ننفق، او الولد ما ينفق على ابنيه الا حين دخولها الى بيت الرجل. ولكن هنا أنا اسال جنابك يعني بخصوص تكاليف هذه الفحوصات الطبيه غير الجهاز اللي هو متعارف عليه، الاكسسوارات الزواج الى اخره، لا هذا الفحص، هل من الواجب على الرجل اذا عقد هو يدفع هذه المصاريف؟ إذا طلب الفحص هو. نعم. لازم يكون هو يدفع المصاريف، هاي مسألة عرفية. نعم. وليست شرعية، ما لها علاقة. لا، هو يريد الفحص. بلي.
فإذا هو يريد الفحص لازم هو يدفع الفلوس. زين سماحة السيد في الأزمان السابقة بلي. يكون وما زال هو هسه بخصوص احنا في إطار يعني اليوم المكياج وهذه الإكسسوارات المرأة تغير من شكلها من حال إلى حال آخر، وربما يكون تدليس بالموضوع، وسابقا هم كذلك في الأزمان السابقة هم كان هناك تدليس، ولكن مو مثل حداثة اليوم. ما حكم التدليس في الإسلام؟ طبعا بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة التدليس، أيضا التدليس مما يوجب في الفسخ، فسخ العقد، وأنه مثلا تزوج بامرأة رآها وهي كانت مدلسة، مدلسة بالفتح مو مدلسة، يعني مو هي التي قامت بذلك. مثلا اجت وحدة ماشطة، أو مثلا ذني من أصحاب الماكير وغيرها، فغيرت شكلها، خلقتها غيرتها، مثلا من حال سوتها إلى حال آخر يرغب به، لكن بعد العقد وفي الدخول باليوم الثاني طلعت له غير شكل من غسلة وجهها وراح هذا الزينة وكذا. هنا الرجل له أن يطالب بخيار، عفوا، يطالب بالتدليس، أنه دلست عليه. فحتى وإن كانت مثلا داخل بيها، حتى وإن كان داخل بالمرأة، لا تستحق منه شيئا، لأنه طالب بخيار الفسخ، يفسخ العقد وتروح هي لأهلها وهو يروح لأهلها، وإذا دفع شيئا لها المهر أو جزء المهر يعود إلى المدلس. أما لو كانت هي التي دلست نفسها، يعني هي اللي خلت الحمرة والكذا والخضرة إلى آخره، فلا شيء لها، ولا تترتب الآثار الزوجية عليهما، فما يحتاج طلاق، هي تروح لأهلها خلاص انفسخ العقد مباشرة. مباشرة، ليش؟ لأنه أكو تدليس. يعني الرجل هسه شنو ذنبه صار في هاي المصاريف؟ راح ترجع للمصاريف. بس احنا بعرفنا ما عندنا هيجي بالأعراف شكل، احنا الآن نتكلم هداية السائل بالمسائل الشرعية، واضح. أما إذا مثلا ردنا نتكلم بالأعراف، الأعراف يرى ما يرى، وهو لربما لا يناسب الشرع. مو سماحة السيد، مرات يعني حتى هسه المستمع يقول لك أو المشاهد يقول لك سماحة السيد احنا ما تمشي عندنا، هذا المصطلح حلو المصطلح العراقي، انه يقول لك هذا ما يمشي عندنا. شلون من الممكن انه نثقف لهذه المسألة؟ لابد انه نرفع هاي المسألة مال ما تمشي عندنا. بلي، ما تمشي عندنا، اذا يخرج كذلك من الإسلام، روح شوف لك دين آخر، حلو. روح شوف لك ملة أخرى. إذا تقول أنا هذا ما يمشي عندنا، إحنا اللي نقول يمشي عندنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي ولي الله، خلاص. سماحة السيد، من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج على الواتساب، كم عمر الولد يكون وتلبس البنت منه حجابا؟ يعني احنا نسميه بالصبي المميز، يعني هذا الذي يميز بين شكل المرأة وبين أعضائها. مثلا خنكني كناية، من صرح بالتصاريح يعرف الأبيض من الأسود. إذا كان هكذا طفل يعرف الأبيض من الأسود، ما عنده يعني منطقة رمادي زين، في هذه الحالة هذا يلبس من عنده مثلا حجاب. ليش؟ لأنه قد اطلع على عورات النساء. يعرف عورات النساء. حجاب كامل؟ نعم، حجاب كامل. كامل؟ كامل، ولكل النساء، يعني حتى اللي بسنة مثلا فما فوق، ما عدا مثلا المحارم، هذه نخرجها باعتبار ذن المحارم، يعني أمه، أخته مثلا، زوجة أبوه مثلا، بيبيته، أم أبوه، من محارمه، يعني خالته، عمته، إلى آخره، ذني محارمه. نعم. خذني ما يلبس من عنده حجاب. لكن غير ذلك، بيت عمته، بيت خالته، بيت عمه، بيت خاله، أجنبيات ذني يعتبر عليه ولازم يلبسن حجاب. أحسنتم. كذلك هناك سؤال آخر، السائل يسأل جنابك يقول إنه أنا ملتزم بصلاتي، ولكن يعني حين الأذان أبقى ملتهي
بالانشغال اللي بيدي او العمل اللي بيدي، يقولوا هواية اذى نفسيا، فشنو حكم تأخير صلاته؟ بالي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اذا ما كفت ضرورة داعية للتأخير حين ذاك، يعني ما موجودة ضرورة، هو قاعد مثلا لو يلعب بالموبايل، لو يباوع التلفزيون مثلا، لو منشغل بأشياء تافهة ومع ذلك لا يبادر إلى الصلاة، هذا مأثوم. نعم. يفعل حراما، لابد له من المبادرة إلى الصلاة باعتبار هي الواجب وهو الأهم، ولا بد عقلائيا وشرعيا من فعل الأمر الأهم. نعم. والآن الأمر الأهم شنو هو؟ الصلاة. غير الصلاة إذا فعل من الأشياء الأخرى، يعني الضد، ضد الواجب، ضد الصلاة. بل. إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، وعلى كلا الأمرين، لأنه إذا الخاص يعني عدم الصلاة، العام أنه يروح ينشغل بشيء آخر. هذا فعل الضد، مع العلم أنه واجب أكو. بل. هذا كل العلماء يقولون أنه شنو غير جائز فعل الضد إلا على نحو الترتب. أحسن. وهذه المسألة مسألة يعني خلافية بين العلماء. أحسنت، بارك الله بك. يعني نعطي فد مثال ولو يصير زعمة حتى يكون الموضوع يصير الله. الأمر بالي. لو فرضنا مثلا واحد يريد يصلي، حان وقت الصلاة والوقت موسع ويريد أن يصلي. الآن وهو مطلوب دين، إجا واحد قال له اعطيني ديني، لقد حل الأجل. حلول الأجل ودفع الدين واجب، الصلاة واجب، فشنو اللي صار عندنا هنا؟ تزاحم واجبين، تزاحم واجبين في وقت واحد. ياهو اللي يقدمه؟ بعض العلماء قالوا الأهم هو الذي يقدم. ياهو الأهم هنا؟ أداء الدين أهم من الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة بعد عندها وقت، زين، أكو وقت موسع، زين، بينما أداء الدين حلول الأجل ما إلى وقت. الآن أنطيني ديني، هذا هو الأهم. ففعل الأهم وترك المهم اللي هو الصلاة. هسه لو فعل العكس، لو قال أقعد خلا أصلي وأعطيك مثلا، زين، دينك، هذا فعل المهم وترك الأهم. مو بتعبيرنا سماحة السيد، خلي شوية هذه المداخلة اسمح لي بها، هو شات له صاير له لذلك كذا فترة، هو الأهم شات له كذا فترة، سبقت على هذه الدقيقتين ثلاثة، خلي يصلي ومن ثم ينطي دينه. كثير من العلماء قالوا إذا أدى الصلاة في هذه الحالة تكون الصلاة باطلة. أحسنتم. كذلك هناك سؤال آخر سماحة السيد بخصوص القضاء ما في الذمة، والسائل يسأل جنابك يقول هل من الممكن أنه القضاء أصلي صلاة القضاء ما في الذمة في الظهر أو العصر، لو تحديدا مع كل صلاة أنه نصلي القضاء ما في الذمة؟ طبعا هذه كطريقة هو يتبعها الذي يريد أن يقضي صلوات. نعم. إما أن يجلس مثلا مجلسا واحدا للقضاء، يقضي يوم اثنين ثلاثة أربعة في مجلس واحد، يعني احنا نقول بالعامية قاعدة واحدة. نعم. ومرة لا يريد أن يقضي صلاته بكل صلاة يؤديها أداء معها أن يصلي قضاء مرة مرتين أو ثلاثة، هذا جائز له أيضا. أحسنت. كذلك هناك سؤال آخر بخصوص الوضوء ومسح الأعضاء، هل يكفي القول اللهم صل على محمد وآل محمد؟ أي ذكر طبعا في مسألة الوضوء، أي ذكر، وخصوصا أن يكون الذكر مثلا الوارد عندنا احنا في الكتب المعتبرة أو في الروايات، يكون أفضل أن يذكر هذا الذكر. نعم. ولكن الأصل أن يسكت، أن يصمت، هو هذا الأصل. حينما يريد أن يتوضأ الأصل فيه السكوت، ولكن ورد أنه من المستحب، من الأفضل أن يقرأ بعض الأذكار، وهي واردة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. أحسنت. سماحة السيد، من الأسئلة يعني إحنا سولفنا بالحلقة الماضية حول الوشم، فسأل يسأل جنابك يقول هل يجوز الوشم للرجال للزينة، يعني لو الزينة فقط للنساء؟
والمعروف أن الزينة للنساء، ولكن إذا أراد الرجل أيضا بالمقابل أن يرغب نفسه للمرأة أيضا هذا جائز له ذلك، يجوز له ذلك لأي مرأة كانت، لو لا لزوجته شلون لأي مرأة كانت، لزوجته أو لزوجاته مثلا. وورد عندنا احنا بالروايات انه يستحب للرجل ان يتنظف، يعني يطب للحمام ينظف روحه، ياخذ مثلا من شعر شاربه يقلم مثلا لحيته، مثلا يتنظف. مثلا سابقا كانوا يزيلون الشعر مثلا بماده معينه تسمى بالنوره، والان اكو مواد كيميائيه ازاله شعر الابط، ازاله شعر العانة، التطيب مثلا، أن يضع مثلا عطرا معينا، حتى ولو اشترى ذلك العطر بأبهض الأثمان يستحب له ذلك، بل قد يجب عليه ذلك. أحسنت. ومنه إذا أردنا أن ندخل مسألة الوشم لرب بهذا الحيز يكون بهذا الجانب. أحسنتم، يكون بهذا الجانب. كذلك سماحة السيد، بخصوص هناك يعني اختلاف ربما بقضية القنوت في الصلاة، هناك من يقول يعني هل سائل يسأل جناك يقول انه اكو رأي يقول واجب في الصلاة واكو رأي انه مستحب، فأيهما؟ لا هو مستحب. مستحب لأن الصلاة يعني متكونة من أركان وأجزاء وشرائط وواجبات ومستحبات. تمام. من المستحبات كثيرة، هي المستحبات في الصلاة، ومنها القنوت. أن يقنوت بالصلاة، لو فرضا ما فعل القنوت لا تبطل الصلاة. أحسنتم. نأخذ أنا الاتصال الهاتفي. عبد الخالق من بغداد، السلام عليكم يا عبد الخالق. عليكم السلام، شلونك حبيبي؟ يا حياك الله، يا اهلا وسهلا بك. سؤال السيد المحترم، تفضل. بارك الله فيك. السؤال الاول، هل واجب ذكر الامام علي عليه السلام في الاقامه في الصلاه؟ جزاكم الله خيرا جزاكم. احسنت سماحة السيد، الله يسلمكم، شكرا لاتصالك يا عبد الخالق. سماحة السيد، اشار عبد الخالق الى ذكر امير المؤمنين في الاقامه. نعم. يستحب ذلك أكيدا، أن يذكر أشهد أن عليا ولي الله في الأذان وفي الإقامة، مستحب. بلي. كذلك سماحة السيد، بخصوص النساء، هل من الممكن للمرأة أن ترتدي النظارة الشمسية، ليس للجمال ولا للزينة ولكن للوقاية من الشمس؟ بلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هذا جائز. نعم. أنه ترتدي نظارة شمسية تحمي مثلا العين من الأشعة الشمس القوية، هذا جائز جدا. زين، إذا عدت زينة، مرات النظارة هي تكون ملفتة، أو هي هسه مو إلا بيها فد مثلا مزغرفة أو بيها فد شكل، لا هي نظارة المرأة تكون زينة، ما راح تكون تدخل في النظارة. المرأة بنفسها لابد أن تتأكد ألا تكون النظارة الحامية للعين نظارة ملفتة للنظر أو تشكل زينة لها. نعم. لأن الزينة إظهارها حرام، فإذا أرادت تختار نظارة لابد أن تختار نظارة لا تكون من الزينة عرفا. نعم. أحسنت. ننتقل إلى محافظة بغداد ويا الأخت أم روان من بغداد، السلام عليكم يا أم روان. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. حبيت أشارك الموضوع. تفضلوا. بس بالنسبة للتاتو المرأة، نعم، يجوز يعني يبطل الوضوء لو عادي؟ يبطل الوضوء لو لا، تدللوا. بسم الله، بركة الله، يسلمكم. أهلا وسهلا. مع السلامة. بالسلامة. نعم سماحة السيد، مثل ما أشارت أم روان وتسأل جنابك بخصوص التاتو أو الوشم، هل هو يبطل الوضوء؟ بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا ذلك أكثر من مرة. نعم. أنه إذا كان يمنع. نعم. من وصول الماء إلى البشرة. نعم. نعم. حين ذاك يبطل الوضوء. هسه. ومعه لابد. نعم. أن تتوضأ وتتيمم. أحسن. نعم. هنا بخصوص التاتو بالتحديد، عادة النساء من يسوون تاتو للحاجب
راح يعني مو بسهولة مثل الوشم ويومين ثلاثة ويروح، لا يعني ما يقارب يبقى جرم على الحاجب ما يقارب 3 أيام 4 أيام. اي ممكن انه نعم التيمم يكفي. هو لابد انه المرأة يعني نعم. المتدينة تعرف انه هذا الامر نعم. يعني ما يجوز لها. لكن لو فرضنا مثلا تخلي عملية التاتو في وقت حيضها حتى لانه ما عندها مثلا عبادة مشروطة بالطهارة، فتخلي هذا التاتو بهذه الايام نعم. ما عندها مثلا طهارة، تقدر من يخلص هذا ويزيل مثلا هذا الاثر الذي يمنع من وصول الماء، يبقى بس اللون هذا كافي. احسنت. ناخذ على عجالة الاخ حيدر من بغداد. السلام عليكم يا حيدر. حياك الله حيدر، تفضلوا جنابكم على الهواء مباشرة. حياك الله. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام. يا حيدر من البصرة. والنعم منك، تفضلوا. إذا أمكن اسمعني من الهاتف وأترك التلفزيون. الله يسلمك. للأسف انقطع الاتصال ويا الأخ حيدر، إن شاء الله يعاود ويانا بالحلقات القادمة. كذلك سماحة السيد، بخصوص هناك سؤال على عجالة، سأل يسأل جنابك يقول انه شخص اجى اشترى مني طباخ وثلاجة ودفع المبلغ وراح وبعد ما رجع والغراض بقي يمي، شلون اتصرف بهن؟ اذا كان يعلم او يعرف هذا الشخص نعم، يعني مثلا عنده دالة عليه مثل رقم تليفون او يعرف اهله او يعرف واحد يعرفه، لابد من الوصول إليه وإعطاء حقه، إما إرجاع نعم. الفلوس وإما إعطاء المواد اللي اشتراها. فإذا يأس بحث عنه نعم. ويأس عن الوصول إليه، تبقى عند هذه أمانة شرعية لغاية ما يجي إلى سنة مثلا، ثم بعد ذلك يراجع الحاكم الشرعي باعتبار أن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، وهذه معلومة هي لشخص ولكن هذا الشخص اختفى. أحسنت. فيراجع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي حينئذ. أحسنتم. شكرا لكم سماحة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، موفقين إن شاء الله. مشاهدينا الأحبة وكذلك شكر موصول لكم أيضا، وإلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم بالحلقات القادمة. وآخر دعوانا اللهم عاجلي وليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. الإيمان فتفقهوا في شرعة الديان، الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.